قال ما دخلوا قرية إلا أفسدوها. معلش يا أحمد علق على النقطة دي، ما دخلوا قرية إلا أفسدوها. وأنا سمعت في المناقشة بتاعته قال له لا لا الكلام ده عام، يعني مراد به الخصوص ولا كلمة زي دي، يعني يعني كلامي ما على عمومه. ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، قلت لك أسلم هذا ليس على عمومه. والله ده يدل على جهل الرجل ده، جهل فاضح جدا. عام وخاص، انت الرسول؟ العام والخاص ده في كلام الرسول، العام والخاص ده في كلام الله سبحانه وتعالى. ليس لأحد من الناس دون الأنبياء أن يقال عن كلامه عام وخاص. ما في عام وخاص، عام وخاص ده في النصوص، النص عام وده نص خاص، لكن في ذل عنده كلام عام وكلام خاص؟ انت نبي يا ابن عطاء الله؟ نبي واحنا ما عارفين ولا شو؟ ما في عام وخاص. وهذه من قواعد الحلبي، والدنيا كلها جاي تبرى في القواعد دي. انت قال في شنو الخلاف بين اهل السنه والحلبديه والحلبيه في قواعد دي واحده منها. كلام البشر ما فيه عام وخاص دون الانبياء. كلامك يا حق يا باطل، بس انت قلت ما دخلوا قريه الا افسدوها، كلام واضح معناه ده كان بس انت فتحت لهم باب حلتكم بيخربوا. ده الكلام كده، ما تقول لا لا وهذا عام اريد به الخصوص. انت نبي؟ ما في عام اريد به الخصوص يا جاهل. ويجي يتكلم عن اخواننا يقول جهال، يا اخي دي ابسط القواعد. انت قريت عن شيخ مقبل؟ بالله انت جادي؟ جادي كده قريت عن شيخ مقبل؟ مقبل قراك كده؟ قال لك انت كلامك فيه عام وخاص؟ انت عارف لو قلت عام وخاص ممكن يجيك اي واحد يقول لك اي باطل. البراء يقول لك إنابة خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. يقول لك وهذا النص هو من العام المخصوص. أنت بليد؟ أنت بليد؟ ما في عام مخصوص يا ناس، أنت مقنبي. لأن كلام الأنبياء لا يتعارض، وكلام الله عز وجل لا يتعارض. لذلك إذا وجدت نص هنا ونص هناك ظاهر هذا وهذا التعارض، يقول لك هذا من العام المخصوص، أو هذا مطلق وهذا مقيد، لأنه ما في شنو؟ ما في تعارض. كلام النبي ما في تعارض بين هذا وبين هذا. عشان كده لو لقيت نصين ظاهرهما التعارض من الأحاديث يبقى إما عام وخاص وإما مطلق ومقيد وهكذا. لكن كلامك أنت ما بتعارض؟ كلامك ما بتعارض أنت؟ ها؟ كان يمرق بمرقة ثانية، أصو ده ما داري بيمرقوا، يشوف له دربان ثاني يمرق بيو. عام أريد بالخصوص، ما شاء الله يا ابن عطاء الله. عام أريد في نبي في المناقل، ما شاء الله. شوف الله ينسى هذا الجهل والغباء والحمق على اي حال. ولا يستغرب، وده يا دوب انت وقعت في اول شبكه مع المجموعه دي، اول شبكه وقعت فيها تتورط ورطه زي دي 14 دقيقه. طيب لو تكلمت كثير كان بتعمل شنو؟ ها؟ دي قاعده حلبي نمره واحد ثبت.